حياكم الله في لقطة لمنتزه المحفار بتنومة. تجمع كشفي جميل للكشاف الرواد وكشاف التعليم صبية في محافظة تنومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات. ندخل الآن إلى شاليه الشلال في محافظة تنومة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله على جمال المكان. طبعا هنا شلال يشتغل كل ربع ساعة. بارك الله. صراحة مكان جميل جدا. جلسات ما شاء الله جميلة. أيضا أدوات ترفيه. ما شاء الله تبارك الله. غرفة النوم فيها، كل غرفة نوم فيها 3 كراسي. هنا مجلس آخر ما شاء الله تبارك الله.
الله تبارك الله.